إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. تبارك الله، اللهم بارك. هنا الإخوان كما تشوفوا معنا، الحمد لله هنايا تندزو الخرفان إن شاء الله، استعدادات لعيد الأضحى 2023، الله يدير الخير. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. ومن الإخوان، بالنسبة للناس اللي موجودين لحول العيد، من الأحسن، يعني هذه أحسن وقيتة في الزانية ديال الإخوان، بحال باش يطلع الصوفة شوية، والله يدير الخير. بعض النصائح الإخوان بالنسبة للناس اللي هنايا في النواحي ديال الأطلس، صعيب شوية الحال في هاد الوقت، هادي حتاش بارد الحال، يعني ضروري الواحد خص يكون احتياط، مخش يقيسوا البرد، كانت الشتا ما خص طيح عليه الشتا، خصوصا في هذه الايام الاولى. وتبارك الله عليكم، تحياتي لكم. بالنسبه للناس الاخوان اللي بغا يتزو، ضروري خص تكون الغنم عرقانه شويه، يعني تكون سمينه شويه، شاده شويه راسها، ماشي تكون ضعيفه بزاف. الا كانت ضعيفه بزاف قاصح عليها الحال، ما حد الغنم تتكون شاده راسها ونقيه واقفه، ما حدها تتكون قاده على البرد وقاده على الاجواء اللي تتبدل ليها، والله يدير الخير. بالنسبه للغنم الاخوان كيما شفتوا معنا، راه تبارك الله يعني شبعات قسيل، تبارك الله راه قسيل سبعاتو، والله يدير الخير. حنا الاخوان فاش كملنا الزان، تبارك الله، هاد الخريفه هادي تزيتها الاخوان كانت منتوفه وتزيتها تاعي، والله يدير الخير. نخليكم الاخوان مع تتمه الفيديو ودعوا معنا، الله يدير الخير. الاخوان كما شاهدتوا معنا، الحمد لله راه السلعه تبارك الله، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صراحه الاخوان فاش دزو مني، صراحه تبدلوا شويه، ولاو تيبانو صغيورين، الله يكمل بالخير، الله يكمل بالخير. دعيو معنا الاخوان، ان شاء الله السلعه غادي نعافروا معاهم، نكبروا معاهم ان شاء الله العيد، اللهم يسر، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخوان هاد الخروفه هادي ما تزيناش، ان شاء الله هادي غادي نبيعها، هادي صغيوره كانت تاتنت في داكشي باش دزيتها، تبارك الله. يعني الصراحه الاخوان احسن وقيته ديال الزان هي في هذا الوقت، هذا واحد يعني خوف، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه بالنسبه لك البرد، ولا ديك الساعه الواحد غادي يدخلهم الكوري ما يخرجوش. يعني نزينهم في هذا الوقيته هذه باش تجي الصوفه مقاده مزيان من هنا للعيد ان شاء الله، الله يدير الخير. كاين بعض الاصدقاء كانوا اتصلوا بيا، راهم تقريبا هذه شي 20 يوم ولا شهر باش تهزو، ولكن بحكم حنا عندنا المنطقه هنا بارده، صعيبه شويه باش تهز في هذا الوقيته، ولكن ما عندنا ما نديرو، هي صراحه صعيبه، ولكن غادي ناخذ معاهم الاحتياطات، تبارك الله. نتيجة الاخوان شاركنا معكم في الوقت شي راه شويه القتيل، القتيل الاخوان مشى تقريبا مشى قالها، اللهم يسر. نتمنى الاخوان يعجبكم فلوك، تحياتي لكم، تبارك الله عليكم، دعوا معنا الاخوان، اللهم يسر. هذا الاخوان تاهو خريف صغيور، ولكن تبارك الله راه غادي يتبدل، حتى هذا كان تيتنتف بحالو بحال هاد الخروفة هادي، خواتات هادو تبارك الله. الغريب في الامر الاخوان، تبارك الله الخروفات سمان، وتبارك الله يعني سمينه كما تشوفوا، هاد الخريفه هادي راه تبارك الله سمين، الاخرى اللي ما مزوزاش حتى هي تبارك الله راه سمين، نتمنوا من الله تيسير. تا خروفه راه دايزه للرشم، ديك خروفه ان شاء الله واحد السيمانه ولا غادي ندخلها للسوق.
هاد الخروفه اللي مرشومه ديال اخواني هي اللي كنا ديجا درنا واحد البلوك عليها اللي فيها الحلقه صفراء. الحمد لله حتى هي راه غبرات حتى هي تتنتف شويه كما بغيناش نزوها. مع كاينين اخواتها حتى ما تزوزينش، هذه غادي تدوز في الرشم ان شاء الله، خصها ضروري تبقى بالصوفه ديالها. الله يدير الخير، نتمنوا الله التيسير. دوكتا الاخوان بغات الشتا، الحمد لله الحمد لله على كل حال. الله يرحمنا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. مازال الاخوان ان شاء الله غادي نشاركوا معكم كما شاركنا معكم في الوقت فاش كنا تنطلقوهم في القسيل، وبعض النصائح. حتى هذه نصيحه الاخوان بالنسبه للناس اللي بغاو يكسبوا خروف العيد وعندو خروف بان ليه مصوف، خصوصا اللي كان مصوف من الاحسن يتزو. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخوان السلام عليكم وتبارك الله عليكم.